ورجعنا لكم ولسه مكملين معاكم. من اول ما الطفل يتولد لحد سن 5-6 سنين تقريبا بتبقى فتره الملاحظه او المراقبه، الام دايما بتراقب اصغر التفاصيل، الولد بيتحرك كتير ما بيتحركش خالص، ادراكه استيعابه، لما بلعبه بيبص لي بيسمعني، انتباهه عامل ازاي، الحاجات دي لازم نركز فيها قوي، والام اكتر حد بيركز في التفاصيل دي من اول الولاده لحد سن 5 أو 6 سنين. ايه تاني الام المفروض تبص له وتركز فيه عشان لو لا قدر الله في مشكله نلحقها اول باول؟ هيرد على السؤال ده دكتور مصطفى حامد استشاري امراض الصدر والبطنه وكمان المستشار الطبي لشركه AMD. منور يا دكتور. ندى عامل ايه؟ زي الفل. قول لي بقى كده مبدئيا ايه الحاجات اللي ممكن المفروض الام تركز فيها من اول ما الطفل يتولد لحد ما يوصل لسن 6 سنين تقريبا، اللي هو سن خلاص انا كده اطمنت الولد مش ان شاء الله مش هيبقى عنده حاجه في دماغه او في مخه. هو نفس السؤال اللي ممكن الام تساله او كل الامهات دايما بتلاقي ايه، هو ابني انا عنده توحد، هو ابني انا عنده فرط حركه، هو ابني متقوس رجليه مقوسه، هو بيقدر شايفني كويس ولا محتاج ان انا اروح دكتور الرمد عشان ممكن يكون الرؤيه عنده مش مظبوطه، فبضطر ان اغلب معظم الاطفال دلوقتي بيضطروا فعلا بيتجهوا لطبيب الرمد ونضطر ان احنا نلبس فيه ضعف في الابصار عنده. كل الحاجات دي انت بتخافي منها، بس خوفك منها انت ما عملتيش اي حاجه، جاست بس ان انت خايفه ومش عارفه ايه الخطوه اللي بعد كده عشان اقدر اتجنب. هل الحاجات دي كلها ممكن في مولوكيول واحد او بمعنى صح في فيتامين واحد ممكن يسد، او مكمل غذائي واحد ممكن يسد لي الفجوه دي او يسد لي نقطه الخوف اللي انا خايف منه بالنسبه لطفلي؟ طبعا، بل ان هو كمان هيساعدك ان بعد 5-6 سنين في فترات الدراسه اذا كان تعليم اساسي او تعليم جامعي برضه يكون واقف معاكي وفي ظهرك. ازاي الكلام ده؟ لما بنيجي نتكلم على الكولوسيز احنا بنتكلم على اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف، 3 في 1. طب هينفعونا ايه في الكلام اللي احنا بنقوله؟ طيب احنا بنتكلم على فرط حركه، بنتكلم على توحد، يعني بتكلم على هرمونات لو نقصت ممكن تعمل الكلام ده عندي. طيب ايه اللي يخلي فيه ديستربنس او اضطراب في الهرمونات دي؟ فيتامين د، يعني نقص فيتامين د ممكن يؤدي الى او يبقى عامل من العوامل المساعده للتوحد او فرط الحركه. بل ان في بعض الاحيان ويمكن امهات كتير هتوافقني في النقطه دي ان في ردود افعال من اطفال بتبقى عنيفه قوي. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا الرياكشن بتاع طفل ان انا مثلا هو عايز مني حاجه انا رفضتها ما اديتهالوش، ممكن الطفل يبقى يمسك راسه في الحيطه، يقوم ضرب راسه في الحيطه، يقوم شادد شعره وضرب راسه في الارض، عامل تصرفات انت ذات نفسك رد فعل زايد قوي عن الفعل اللي ضايقه، يعني زايد قوي. فبالتالي ده كل ده ممكن يدل على في نقص عندي فيتامين د. الطفل العصبي، بل ان هو في نقص فيتامين د كمان. الطفل العصبي، العصبي اللي هو اللي بص تلاقي عروقه فجاه نطرت في وشه، ممتاز. وده هو ده اللي بنقول عليه الانفعال، الرد فعل غير طبيعي، انفعال غير طبيعي لسن زي كده. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. ده نقص ايه بالظبط؟ ده نقص فيتامين د، اغلبه بيبقى نقص فيتامين د عند الطفل. ده غير طبعا البيهيفير، السلوك. انت تعرفي ان فيتامين د والاوميجا 3 الاثنين مع بعض بيقدروا يظبطوا سلوك الشخص مش الطفل بس، سلوك الشخص. يعني في بعض الاحيان ان انا اكون سايق عربيتي وماشي وحد يعمل حركه خطا، انا بيترتب عليها رد فعل عنيف مني. مدى عنف رد الفعل ده دليل على ان انا عندي نقص في فيتامين د، لان اوريدي انا يعني بمعنى صح في فعل ما يسويش رد الفعل بتاعي اللي انا عملته. فبالتالي ده لازم ادور على نفسي ان انا عندي نقص في فيتامين د. ومن هنا ثبت ان الكولوسيز هو مناسب لكل افراد الاسره سواء كانت اعمارهم ايه. ولكن في الامراض اللي احنا بنتكلم فيها او الخوف منها، ده دليل على ان الكولوسيز احنا بنقول من سن سنه لازم يتاخد، او بمعنى صح المفروض ان هو نتاخده الاستمراريه عليه. والنقطه الثانيه برضو اللي احنا الاوميجا 3 ضعف الابصار عندنا كتير جدا من اطفالنا دلوقتي. انا لو معايا 3 اطفال غالبا 1 أو 2 منهم بيكون لابسين نظاره ما كانش الكل. طب ايه السبب؟ السبب من اول الام، من اول الحمل نفسه. عشان كده دايما حتى نقول الكولوسيز بعد الشهر الثالث تاخديه. ليه؟ الريتنا شبكيه العين عند الطفل بتتكون، محتاجه ايه؟ محتاجه اوميجا 3 ومحتاجه فيتامين الف، والاثنين موجودين في الكولوسيز. طب هيفيدونه في ايه؟ ما هم دول اللي هيخلوا مفيش ضعف في الابصار حتى لو حاجه كونجينيتال، حتى لو حاجه وراثيه الاب او الام لابسين نظاره. ف
فانت لازم تعملي حاجه تقي بيها الطفل معك. يعني الام اثناء الحمل لو بتعاني من مشاكل في المناعه ومعالجتهاش وهي حامل، عادي انها تجيب طفل عنده مشاكل كتير في مناعته؟ ده اكيد، ما هو فقد الشيء لا يعطيه. يعني بمعنى صح، اوريدي انا عندي نقص في حاجه معينه في الاوميجا 3 وفيتامين الف، طيب ما هيبقى في نقص برضه في الاوميجا 3 وفيتامين الف بس عند الطفل، هو محتاجهم عشان يقدر يكون هيلث ريتنا، ريتنا شبكيه تبقى صحيحه او صحيه. ولكن لما يكون في نقص عندنا يبقى هيترتب عليها ضعف الابصار بطريقه جامده جدا. كلوسيزي يفيدنا في ايه في حاله زي دي؟ هيفيدك جدا، ان احنا اتفقنا ان في فيتامين الف او اوميجا 3. طب انا لما اجي اخدهم، ما هم دول اللي بيكونوا الشبكيه بتاعت الطفل، بتاعت عين الطفل. فبالتالي انا لما اقدر او اكون موجودين عندي بنسب ممتازه او كويسه، يبقى اذا الكلوسيز قدر يسد الجاب او الفجوه الموجوده دي عندي، ودي نقطة مهمة جدا. الكلوسيز بص برضو يا دكتور، الكبسولة بتاعته شكلها من الكبسولات اللي سهلة الهضم والبلع قوي، يعني حتى لو طفل عنده 5 6 سنين مش هيغلس عليا قوي لما اقول له ياخد كبسولة زي دي. ده كويس قوي، حتى لو ما خدهاش. احنا زمان الكبسولة عندنا كانت كبيرة جدا، وكان الكونتنت بتاعتها المحتوى كان كمية برضو كبيرة. فبالتالي عشان تقدر تديها للطفل وطعمها بيبقى صعب. مظبوط. لكن الكلوسيز مع اي ام دي، مع شركه اي ام دي، نجحت انها تخليه عباره عن نقطتين فقط لا غير. يبقى حتى الطفل مش هيحس انه خد حاجه، خد الجرعه بتاعته اللي عايزها. طيب صغر حجمها خلانا بعد فوق 7 سنين نقدر نبلعها عادي جدا، ما فيش اي مشكله. فبالتالي دي نقطه مهمه جدا. لا بس حاجه لطيفه كمان، خلينا نوضح كمان ان المنتج ده مصرح من وزاره الصحه، وكمان هو متاح في كل الصيدليات. كنت قلت لي قبل كده دكتور ان ثقافه الفيتامينات وان احنا نخليها جزء من حياتنا، دي ثقافه بره متعرف عليها جدا لدرجه ان الفيتامينز موجوده في السوبر ماركت. ده سؤال كويس قوي السؤال ده، بس انا حابب اغير كلمه فيتامين بمكمل غذائي. اوكي، انا اقدر اقول للمكمل الغذائي تقدر تستمر عليه اللي زي الكولوسيز. ليه؟ لانه ناتشورال، حاجه طبيعيه. فالجرعه اللي موجوده هي جرعه اللي بيحتاجها جسمك كل يوم، لكن الفيتامينز هي حاجه مخلقه احنا اللي عاملينها، حاطين جرعه معينه لعلاج مرض معين او لعلاج نقص معين لفتره معينه. عشان كده الكولوسيز بيتسم بالاستمراريه، وبيتسم ان دايما مكمل غذائي يقول لك قبل الاكل بعد الاكل وسط الاكل، ما يفرقش معانا. وجرعاته اذا كنا بنقول من سن سنه لحد 7 سنين فهي كبسوله واحده في اليوم بنفضيها على اي حاجه بيحبها الطفل، اكل شرب اي حاجه. طب فوق 7 سنين لا، تاخد كبسولتين في اليوم. الكبسولتين تاخدهم براحتك، الصبح بالليل الظهر، مش فارقه موجوده، المهم تاخد الجرعه اليوميه بتاعتك. واصحاب الامراض المزمنه كبسولتين برضو ولا ممكن يبقوا ثلاثه؟ 3 كبسولات، وبالذات لو كان عنده ان كنترول، ده حاجه زي السكر او الضغط او القلب او في مشاكل، لا انا من حق يحبذ انك تاخد 3 كبسولات. طب ليه؟ لان هيفيدك جدا جدا حتى في العلاج بتاعك، هيقدر يظبط العلاج بتاعك يبقى اكتف او يبقى اكيوريت معاك بمعنى صح. طيب عايز اعرف حاجه، لو انا عندي مثلا ام ما بتتغذاش كويس، ام بترضع، خلينا نتكلم عن ما بعد الولاده، خلاص بترضع، بيبداوا الدكاتره يكتبوا على فيتامينات كتير جدا عشان تضر لبن، وعلشان لما البيبي يجوع فجاه ما نبصش نلاقي طبعا اكله ايه، فنلجا للبن صناعي. قد ايه كلوسيز ممكن يفيد الامهات اللي بترضع ومحتاجه يبقى عندها مناعه قويه ومحتاجه يبقى عندها فيتامينات كتير في جسمها عشان تقدر ان هي تاكل ابنها؟ كلنا متفقين ان الام هي المصدر اللي معاها اللي بتدي للطفل المناعه بتاعته. طيب لما انا ادي لها فيتامين د، فاذا انا بقول ان الكالسيوم، حتى لو انت خدت كالسيوم او دكتور الناس كاتب لك كالسيوم عشان خاطر الرضاعه، فبالتالي هو الفيتامين د هو اللي هياخد الكالسيوم وهيرسبه على العظم عندك، او بمعنى صح هيقدر يمتص من الامعاء عشان يوصل للعظم، فبالتالي يقدر يوصل للبيبي، لان البيبي بيسحب من العظم ملوش دعوه باي حاجه خالص في النقطه دي. يعني هياخد. طيب بالنسبه للمناعه، اوريدي المناعه اللي عندك هي هتنقليها للطفل، وبالذات ان الطفل في مرحله نضوج، يعني محتاج الجهاز المناعي بتاعه ينضج، او بمعنى صح في نمو. فبالتالي انا محتاج ان انا اقوي عنده جهاز المناعه بدل ما اخلق طفل او يبقى معايا طفل كثير العدوى، فبالتالي زيارات كتيره ما بيلحقش يخف. ممتاز، وبالذات احنا داخلين على سيزون، والسيزون ده بالذات الشتاء بيبقى يخلي الطفل على طول كثير العدوى، الحساسيه ممكن تظهر حتى لو ما كانتش موجوده. فبالتالي النقطه دي مهمه قوي، احنا هنحتاج كتير قوي الفتره الجايه دكاتره الصدر، لان احنا فعلا داخلين على السيزون بتاع دكاتره الصدر، عدوات كتير متكرره، كبار وصغيرين وكبار في السن واصحاب امراض مزمنه ما بتخلاش، يعني مفيش فصل شتاء بيخلى من امراض الانفلونزا، وربنا يا رب يبعد عنا وعن كل مشاهدينا امراض
الكورونا. دكتور مصطفى شرفتني ونورتني، كان منورنا النهارده في الحلقه دكتور مصطفى حامد، استشاري امراض الصدر والبطنه والمستشار الطبي لشركه AMD. لحد هنا للاسف بتخلص فقراتنا وبتخلص كمان حلقتنا، بس دكاترتنا وخصوماتنا ابدا عمرها ما بتخلص. باي باي يا زبادي.